فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا لأول مرة أحضر هذا الدرس المبارك، وأنا أريد أن أحرص على الدروس وعلى طلب العلم، ولكن ليس عندي عمل أقتات منه إلا بعد المغرب إلى العشاء. سؤاله: هل أقدم طلب العلم أم طلب الرزق؟ ما نصيحتكم؟ لا، إذا كان ما عندك شيء اطلب الرزق الذي تستغني به عن الناس. طلب الرزق الذي تحتاج إليه أو لا. نعم.